لقد ذهبت إلى العمرة في شهر رمضان، وقدمت عن طريق السيل الكبير، ولكن جهلت مكان الميقات بالتحديد. وبعد أن تعديت الميقات غلب على ظني أنني لازلت في حدود الميقات. تنبهت إلى مرور الناس من حولي وقد عقدوا الإحرام، فأوقفت سيارتي وعقدت الإحرام من مكاني، وبقيت أمشي مسافة ليست بالقصيرة إلى مكة. يا أخي، الميقات واضح ولله الحمد. الميقات هو الوادي، الميقات هو الوادي، فإذا أحرمت قبل الوادي من جهة الشرق أو على ضفته من جهة الغرب، هذا هو الميقات، من ضفة الوادي شرقا أو غربا. أما إذا تعديت الوادي فإنك تعديت الميقات، فيكون عليك فدية. نعم.